للحديث أكثر مشاهدينا عن جملة من الملفات في إقليم كردستان ينضم إلينا مباشرة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ريبين سلام. أهلا ومرحبا بك سيد ريبين. يعني بداية نبدأ من الكلمة المهمة للسيد مسعود برزاني والتي أكد فيها على وجوب أن تبقى أواصر المحبة بين المجتمعات حتى ولو اختلف السياسيون، هل باعتقادك اليوم اختلاف السياسيين قد يهدد السلم المجتمعي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لحضرتك ولكافة مشاهدي قناتكم الموقر. السلم المجتمعي يتم تهديده عندما يكون هناك المس بقواعد الأساسية والركائز الأساسية التي يبني عليها أي مجتمع، من الناحية التلاحم سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي تاريخي، هذه الركائز الرئيسية التي تم تأسيس المجتمع عليها أو أي مجتمع على وجه الأرض، إذا تم المس لها سوف يكون معرض هذا المجتمع إلى اهتزاز وتمزق وخطورة. الذي مس الأساس المجتمع العراقي المتمثلة بالمكون الأكبر تخمينيا طبعا بأنه إخوان المكون الشيعي، يخمن بأنه هم المكون الأكبر للمجتمع العراقي، ولا توجد تلاحم على هذه الركيزة الرئيسية المكونة منها العراق أو المجتمع السياسي مثل العراق، فأكيد هناك مخاوف على النسيج الرئيسي للعراق ككيان سياسي معترف به منذ سنة 1920، وبالمناسبة يوم الثامن الشهر القادم سوف يكون مناسبة عيد الاستقلال العراق أو عيد بيان الاستقلال العراق كدولة، وهذا لهذه المناسبة يتزامن مع كنا نتابع تقريركم أو مداخلتكم القيمة مع إحدى يعني ممثلين للإتفاقية التشكيلية، يعني هناك أسبوع واحد فرق بين الإتفاقية التشكيلية وإعادة ذكرى هذه الإنتفاضة أو هذه التحريك السياسي للمجتمع السياسي العراقي وعيد الاستقلال العراق، يعني أسبوع واحد بينهما، ويعني تخشى من تخشى بأنه يتم جدولة وتنظيم هذه المناسبات مع بعضها ووصولنا إلى أخبار غير. طيب سيد ريبين، يعني اسمح لي أن أرحب بك مرة أخرى كما نثمن لك تلبية دعوة الحوار هذا فهناك سنبقى سياسيا بالتأكيد. يعني هناك إعلان مرتقب لتحالف جديد، هل أنتم جزء من هذا التحالف سيد ريبين؟ وإن كنتم جزءا منه ما هي أهداف هذا التحالف؟ بصراحة إنها تفاهم، يعني هناك فرق بين تحالفات وتفاهمات، هناك تفاهم لحتى هذه اللحظة والديمقراطي الكردستاني يكون جزء منها، يسمى بتحالف إدارة الدولة أو شيء ما شبه، يعني الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني من المزمع أن يكونا جزءا من هذا التفاهم أو التحالف الذي أهدافه خلال سنة طبعا يجب أن يتم وضع جدول واستراتيجيات يكون من المحتمل ومن الممكن ومن طبيعي بأن يتم تنفيذها في أرض الواقع وترجمة ما يقال إلى أفعال، تتمثل بوظيفة مثلا الوظيفة التشريعية، وظيفة تنفيذية ووظيفة القضاء. الوظيفة التشريعية أهم فقرات الذي من المفترض أن يتم تنفيذها وترجمتها إلى أرض الواقع هي إصدار قوانين من المفترض أن يتم إصدارها، فالامتناع التشريعي هناك مسألة يسمى كعنوان أكاديمي بالامتناع التشريعي، يعني من المفترض أن يقوم البرلمان بإصدار قوانين بموجب نصوص دستورية موجودة صادرة
مصوت عليها منذ 2005 ولم يصدر أي قانون بشأنه، وتبقى ميتة كأسطر ليس لا حياة لمن تنادي ككلمات وأسطر باقية بين كتاب الدستور، ولم يرى نورا ولم يصدر فيها قانون بشأنها. على سبيل المثال قانون النفط والغاز الذي العراق والعراقيين كلها يعيشون على هذه المسألة، وجميع الصراعات الإقليمية والعالمية على هذه المسألة، ولم يصدر قانون بشأنها، ولكن يتم إصدار قانون بمسائل يعني لا يصل درجة أهميتها بالنسبة للشعب العراقي والمجتمع العراقي واحدة على 100. لماذا أنت لا تقوم بإصدار القوانين الذي يهمه الشعب العراقي؟ مثلا قانون آخر، قانون الإحصاء، منذ يعني هذا الامتناع التشريعي، هذا مخالفة دستورية إذا لم تقم بإصدار القوانين بشأنها. صحيح لا توجد سقف دستوري أو سقف زمني بالدستور. طيب سيد رجل، لابد أن أيضا عن مسألة مهمة جدا، يعني اليوم البارتي هل سيذهب في حكومة بلا تيار؟ ما موقفكم بالتحديد في حزب بارتي؟ يعني ديمقراطي الكردستاني موقفه واضح، يعني تأخذ العصا في الوسط سيدتي الفاضلة. كان مطالب سماحة السيد الصدر هي إلغاء البرلمان، يعني أو حل البرلمان والانتخابات المبكرة، ولا يزال هذا مطالب معاليه. وثانيا الإخوان في الإطار التنسيقي مطالبهم تفعيل البرلمان، وبعد ذلك إنشاء الحكومة كاملة الصلاحية حتى يقوم بحل البرلمان بموجب المادة 64 من الدستور العراقي. فالحكومة المؤقتة ليس من صلاحيته أن يقوم بهذه القرارات الصائبة يعني والمصيرية بالنسبة لأية دولة. فهذه النظرة، وجهة النظر، نظرة في تقديم وتأخير عمليتي تفعيل وحل الحكومة والبرلمان من قبل الجهتين. الديمقراطي الكردستاني أخذ العصا بالنص بالوسط، لأننا نقف بها نفس المسافة لطرفي في البيت الشيعي الإخوان منذ أول إعلان هذه النتائج الانتخابات. نعم، وصلت الفكرة سيد ريبين، أشكرك جزيلا. تفعيل جلسات البرلمان بعد ذلك حل على هذا الحوار. شكرا جزيلا سيد ريبين سلام. لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت.